تركيا رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. تعتبر تركيا رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتستحوذ على قرابة 2% من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية. وتقوم أنقرة بتصدير المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية ومدافع الهاوترز والمركبات الجوية والفرقاطات وحتى الطائرات بدون طيار، ولديها قاعدة عملاء ثابتة في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل باكستان وكازاخستان وإندونيسيا وماليزيا وعمان. وتسعى تركيا لأن تجلب صادراتها العسكرية 25 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم متفائل جداً. يتوقف مستقبل صناعة الدفاع التركية بالأساس على نجاح دباباتها المحلية ومشاريع الطائرات المقاتلة. من المتوقع أن تحل تدريجياً محل دبابات ليوبارد وM60 القديمة. وباستثناء العقبات التكنولوجية غير المتوقعة، من المرجح أن تضع شركة أوتوكار دبابتها القتالية الجديدة لتدخل في الخدمة قبل نهاية 2021. وليس هذا فحسب، فقد تأسست شركة صناعات الفضاء التركية تاي في عام 1984، وتخصصت في مجال صناعة الأقمار الصناعية لرصد ومراقبة الأرض. وتشارك تاي مع شركة SSP في مشروع كبير لتصنيع TFX، وهي مقاتلة من الجيل الخامس ستحل محل F-16. واكتسب هذا البرنامج أهمية كبيرة لتركيا بعد أن قررت الولايات المتحدة وقف تزويدها بمقاتلات F-35 على خلفية قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400. ويقول خلوق بيركدار رئيس المجلس الإداري لجمعية ساحة إسطنبول المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية، إن نسبة الصناعات الدفاعية المحلية بتركيا وصلت إلى 70% خلال السنوات العشرين الماضية. ويضيف أن صناعات الدفاع والطيران في البلاد تسد من جهة احتياجات البلاد تزامناً مع الزيادة المستمرة للصادرات التركية في هذا المجال. وأوضح أن معدل زيادة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية بلغ 14% سنوياً.